معانا كمان النهارده جوز فراخ حلو شامورتي صغير، عايز اعملهم مشوي، فهعمل الفراخ المشويه النهارده على الطريقه البوغازيه، افتكاسه مني بقى، بزيتون بليمون مخلل، هياخد الفريفر الروزماري، عصير ليمون، زيت زيتون، زبده في الاخر تنزل كده، هنشوف الكلام ازاي مع جوز فراخ حلوين، ناكل الصلصه اللي هتنزل منهم ونسيب الفراخ للضيوف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. عندنا جوز فراخ شامورتي، تعالوا نشوفه مع بعض بالخلطه البوغازيه على طريقتي، هتعجبكم ان شاء الله واكتبيها عندك في الكشكول. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنشوي الفراخ. معانا جريلا والفرن بتسخن، بنطلعها من الفرن كده، كل ده عشان نكسب وقت مع حضراتكم. اهو بنجهز الحاجه بتاعتنا زي الفل، ومعانا جوز فراخ. نشوف المقادير بعد اذن فريق العمل اللي بوجه له تحيه كبيره. جوز فراخ حلوين، معانا بصل، معانا التوم، معانا زيت زيتون وعصير ليمون وزبده وليمون مخلل وزيتون مخلل اخضر، ليمون مخلل وزيتون مخلل اخضر بتشال منه النوى، وزبده. تعالوا نشوف ازاي هنشوفه مع بعض. حلو الكلام. هنخلي الاول جوز الفراخ هنا كده. تعالوا نعمل الخلطه بتاعت الشوي اللي احنا هنعملها مع بعض دي دلوقتي حالا، عشان عايز حضراتكم تعملوها النهارده. ما تجيب لي الكفته كده برنس. طيب انا يهمني دلوقتي كلنا بنشوي فراخ، الشيف المغازي قال لك هعمل حاجه اسمها خلطه بوغازيه، يعني اختراع، والمطبخ اختراع، فن، رؤيه، ابداع. الليمون معايا بقطعه كده بالشكل ده كده صغير عصافيري، ده ليمون مخلل. حلو، لا دي طريقه مغازيه. حلو بالشكل ده كده. دايما انا اقول بنسب الاكله للي يبدع فيها، ويقول لك اكله امي، اكله امي يعني مثلا واكلنا ياما، كلنا اكلنا من امهاتنا اكلات ما اكلناش من ايد حد تاني، ونعيش ونموت ما اكلناش من ايد حد تاني. نفس الطريقه ديت اه، زي النهارده مثلا الحلاوه قمر الدين اللي انا عاملها دي حصريه على شاشه القناه الاولى. ده ليمون مخلل، ناخد الزيتون قطع بالشكل ده كده، خلي الدواء خلي بالك ولازم تشيك عليه كويس ما يكونش فيه دواء اه، تقطع صغير كده مش في الكبه، تحت السكينه اه اه بالشكل ده كده اه، عشان يبقى خشن على وش الخلطه بتاعت الفراخ اه. ده الزيتون المخلل. حلو قوي. معانا طماطم شيري صغيره، شوف الطريقه دي بقى، ما عندكيش الطماطم الشيري دي تجيبي طماطم عاديه. عندنا روزماري. حلو، معانا بصلايه مفرومه ناعم تحت السكينه برضه تتفرم ناعم، كل دول مع بعض. معانا روزماري اه، دي طريقتي وجربيها. معانا عود زعتر كمان زي الفل، وشوفي هتطلع معاكي الطعم ازاي. دايما المشويات بتبقى اختراع، الراجل يحب يخش المطبخ يوم اجازته يقول لك النهارده هتاكلي مشويات من ايدي، نشوي في البلكونه، نطلع بره مثلا في الخلا نشوي مفيش مشكله. الحاجات ديت طبعا مطلوبه التغيير اهو. ده روزماري برضه بيتفرم بالسكينه كده عشان اخد الفليفر بتاعه. حلو قوي. هناخد كل ده يا عم الشيف في بوله كده مع بعض زي الفل اه. طبعا معايا الطاسه بتاعتي او الجريلا او الصينيه اللي هشوي فيها على النار، ده مطمني يعني اه. باخد كل ده مع بعضه، اللهم صل على النبي، زيتون، ليمون، بصل، طماطم شيرة صغيرة، روزماري. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ناخد ده كده زي ما هو وعليهم مكعب زبدة. 1 2 3 فص توم ناعم، الله عليك وعلى والديك. عصرة ليمون لازم هنا المطبخ ده بقى اللي الاختراع، عصرة ليمون، توابلنا ملح وفلفل. حلو، نحط شوية ملح وشوية فلفل. ونقلب الخليط ده كله يا عم الشيف. حلو الكلام، ونقلب كده اهو. شفت انا بعمل ايه؟ الخلطه دي مهمه جدا اهو. ليه حطيت زبده؟ الزبده بتمسك لك كل الماتيريال ده او المقادير ديت او الخلطه دي كلها مع بعضيها كده اهو. حلو اهو. بصل، ثوم، زيتون اخضر، ليمون متخلل،
طماطم شيلو صغيره، ما حطيتش معجون طماطم، كل ده مع بعضه اهي زي الفل. مع جوز فراخ شابورت حلوين، وعدنا حضراتكم ان احنا هنعملهم النهارده بطريقه مميزه. ادي الفرخه معايا زي الفل، مش محتاجه ان احنا نتعامل معاها خالص غير بشويه ايه بساطه كده، علشان الفراخ دي صغيره بالشكل ده كده، تتفتح بالسكينه اهو، والفرخايه زي الفل. حلو الكلام. نيجي على الثانيه، بنرفع احنا عرق بتاعها كده او العبود الفقري بالشكل ده كده، السكينه بتمشي كده اهو، خلي بالك هتعوري ايدك اهو. هو ده المشكله، ده اللي ممكن بياخد وقت كبير في السوى. زي الفل. وناخد الفرخه كده بالشكل اهو، التشريحه دي مهمه جدا عند الجناح كده عشان الدم، وهنا نفس القصه زي الفل. وهم على البلانشه كده يا عم الشيف، بناخد بالخلطه الحلوه دي كده ونحطها هنا كده، شايف الجو ده كده، ونفس القصه هنا فراخ مشويه والاول بره اهو، وناخد نفس القصه هنا ونفس القصه هنا. اخبار الجريل ايه يا عم الشيف؟ زي الفل، درجه حرارتها عاليه جدا. بنحط شويه زيت صغيرين، حلو قوي زي الفل، ولازم تكون درجه الحراره عاليه. وناخد الجزء، عايز بقى السؤال هنا للساده المشاهدين، وانت يعني ممكن محدش يتصل ويلحق يتكلم وكل حاجه، اذا انا عندي فراخ متبله بالشكل ده كده والوهله الاولى عايز اشويها، ابدا احطها على الجريل او في الطاسه على بطنها ولا على ظهرها؟ ده تفرق على فكره في عمليه التسويه. ممكن يجاوبنا المخرج، ايه رايك؟ انت بتخش المطبخ اكيد، يعني على الناحيه دي وعلى الناحيه اللي تحت، الناحيه ديت. حلو تمام، شاطر حبيبي. هو ده حلو هو ده حلو. ادي الفراخ بتاعتنا زي الفل. تمام، خلصنا من جوز فراخ زي الفل، شابورت حلوين، مش هياخد وقت كبير على السوا لان الفراخ صغيره وانا الجريلا بتاعتي سخنه، هتكمل سواها في الفرن بالتاكيد طبعا عشان اوسع لنفس الفرن كده، واعمل شويه فول حلوين دلوقتي، واعمل حلاوه الجبنه في الاخر خالص، اكون روقت مطبخي. حلو الكلام. الفراخ اخبارها ايه؟ سيبها على النار، نقلبها قلبه، نقلبها قلبه. مهم جدا وانت بتشوي الفراخ تحط في الاعتبار ان دي ممكن تكمل سوا في الفرن. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ زي بننزل عليها شويه بهريز من دول كده. الحاجات دي حلوه قوي على فكره. والطعم مختلف بقى، تقدري تقولي طعم شرقي، طعم غربي، طعم موازي، زي ما انت حابب. حلو الكلام؟ زي الفل. حاضر يا غالي، بيقول لي عايز اشوف الفراخ اللي بتتحمر ديت وصلت لفين اهو. احنا مش بنهزر. الفراخ بتستوي معانا زي الفل. حط ده هنا كده، خلي بالك اوعي تغلطي وانت بتقلبي الفراخ، تقلبي بالمعلقه بتاعتك الحلو، خلي بالك بتحصل مع شفيه كتير، ده ما يحصلش معاك انت.